من كفيف يتسول النقود والطعام إلى نجم في عالم الغناء، يحيى عثمان الشهير بيحيى مكاهو، فنان نيجيري فقد بصره في سن الثالثة نتيجة إصابته بمرض الحصبة، وطرد على إثر إعاقته الجسدية من قريته، ثم أمضى سنوات طويلة من عمره متسولاً في شوارع مدينة كادونا شمال البلاد، إلى أن ابتسم له الحظ عام 2016 بعدما لفت صوته انتباه رجل أعمال فقرر تبني موهبته ودفع تكاليف تسجيل أول أغنية له. Don haka ni jigon waƙoƙina nasiha ce duk abin da zan gina waƙa a kansa ina kallon abin da ya shafi rayuwar al'umma ne ko kuma abin da mutane suke da kwadayi a kansa. Misali, yunan baya da ya wuce akwai wani studio guda daya da na bayar a kwashe man waƙoƙina, an zuba man waƙoƙi guda 250. Wani studio ne wanda daga baya aka kafa shi bayan nayi wasu waƙoƙin bla adadin wanda yanzu ma ni ma neman wasu waƙoƙin da na fin. مكاهو الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المكفوفين في نيجيريا أنشأ مؤسسة خيرية لتوفير ملابس وحصصا تدريسية وكتبا بلغة بريل لمساعدة المكفوفين هناك. أي نجمة كمالها يعني ده انك جاري وناوي مسلتوا سبي ده ناوني كما وانو هكا ديكي ya Allah ya tafi ki akanta da ita kace abinci wannan kuma ni ma ke taimaka mu